بالدار البيضاء قامت مجموعة أدي للصناعات بافتتاح ثاني وحدة صناعية جديدة لها بالمغرب، والتي تختص في إنتاج الأجزاء المعدنية للطيران. وتمتد هذه الوحدة المتواجدة بمنطقة ميد بارك بالقرب من مطار محمد الخامس الدولي على مساحة 5000 متر مربع. كما تتوفر أديم المغرب على أحدث جيل ليزر خماسي المحاور فريد من نوعه في المغرب. هذا المستثمر دار أول استثمار ديالو في المغرب سنة 2014 وجدد الثقة في المنظومة الصناعية المغرب رغم الظرفية اللي كتعرفها اللي كيعرفها قطاع الطيران. واليوم كنفتخروا بجلب تكنولوجيات جديدة وقطاع جديدة من أجل تطبيق السياسة الصناعية اللي بغاها سيدنا الله ينصرو. تساهم الوحدة الصناعية للدار البيضاء في مواصلة أنشطة مجموعة Group Industries AD من خلال تقديم مجموعة كاملة من مزيج معدني مركب عالي التقنية لإنتاج الأجزاء والتركيبات الكاملة في المغرب. أما المحور الثاني فيتمثل في انخراط المجموعة في استراتيجية عملائها الذين يبحثون عن امتداد لوسائل التكنولوجيا العالية في دول مثل المغرب بالقرب من أوروبا.